وكثيرا ما يحدث مثل هذا، وهذا مكروه كراهة شديدة شديدة. يعني مثلا هو يحفظ سورة ياسين جزءا من البقرة جزءا من كذا، فقرأ الإمام بها، فترى بعض الإخوة يترنم بجمال صوت الشيخ أو كذا، فتراه يردد خلفه لأنه يحفظ نفس هذه الآيات التي يقرأها. هذا مكروه كراهة شديدة. أعيد وأقول يا أيها الأحبة، كان رجل خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجعل يقرأ معه ما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ غضب ووقف وقال: ما لي أنازع القرآن؟ ما لي أنازع القرآن؟ لا تقرأ إلا بأم الكتاب، يعني بالفاتحة فقط. فهذه العادة التي اعتادها بعض الإخوة إذا كان يحفظ الآيات ينبغي أن يتركها، لأنه يؤدي إلى كراهة صلاته كراهة شديدة. شأننا اليوم وحديثنا وبحثنا هو أن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد متنوعة متعددة، وقد يؤتى إنسان ما لا يؤتى الآخر. أقول هذا يا أيها الكرام لأن بعض الناس تختلط عليهم الأشياء فيفهمون الأمور كلها في سياق واحد، ويجعلون الأشياء كلها في ميزان واحد، ويقيمون الأمور كلها بمنطق واحد، وهذا خطأ. فمثلا حينما يمرض الإنسان يبحث عن الطبيب، فإذا مرضت أذنه لا يذهب إلى طبيب يشتغل بأمراض العين، وإذا مرض قلبه لا يذهب إلى طبيب يشتغل بأمراض العظام، وإذا مرض جلده لا يذهب إلى طبيب يشتغل بأمراض القلب، وإنما يذهب إلى كل صاحب اختصاص. العلوم الشرعية الدينية صارت في أزمنتنا الأخيرة أشبه ما يكون بالتخصصات. سلفنا الصالح كان كثير منهم من العلماء يجمع علوما كثيرة في آن واحد. عصورنا هذه المتأخرة صار كثيرا من طلبة العلم ينهجون توجها إلى اختصاص واحد. هل لا يمكن أن يجمع الإنسان أكثر من اختصاص ومجال وفهم؟ لا يمكن، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد بحث وقوة نظر وسعة حافظة وإدراك كبير، وفوق وقبل كل هذا إلى إمداد من الله سبحانه وتعالى. حكى الله تعالى لنا عن قصة أو شيء من قصة سيدنا داود وابنه سيدنا سليمان، وقد اختلف أمامهما امرأتان وجاءتا بولد صغير رضيع، وكل منهما تقول: هذا ولدي. ما الشأن؟ هاتان المرأتان كان لكل واحد منهما ولد. استيقظت إحداهما من الليل لتجد أختها، سواء كانت أختها حقيقة أو أختها مجازا، لتجد نفسها قد مات ولدها الرضيع، كلاهما عندهما ابن رضيع. أختها نائمة، أخذت ولد أختها وذهبت بولدها الرضيع الذي مات فدفنت، ثم أخذت ولد أختها فوضعته في مكانها الذي تجلس فيه. فلما استيقظت أختها نظرت فإذا الوليد ليس موجودا، فنظرت فإذا هو عند وليدها، فقالت: هذا وليدي، لا هذا وليدي، وليدك الذي مات. أخبرتها أن وليدها هو مات ودفنتها له، لا أنت سرقتيه كذا. فترافعتا إلى سيدنا داود عليه السلام. طبعا القضاء يحكم بالظاهر، وفي الحديث الشريف الشهير: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه المرأة تدعي أن هذا الولد ولدها، الولد في يد من؟ في يدها، فإذا ظاهر الأمر أنه ولدها هي. وأما الثانية وهي الأم الحقيقية فليس معها الولد، وليس عندها بينة أن هذا هو ولدها،
أما الأولى الكاذبة التي سرقت الولد فإن الولد في يدها، هذا ولدي أحمله أنا. قال: فقضى سيدنا داود بظاهر الأمر بالولد للأولى، وكان سيدنا سليمان عليه السلام خارجا، فجاء فنظر فإذا المرأتان قد خرجتا وإحداهما تبكي، فقال ادخلا فدخلتا. سمع منهما القصة، فلما فرغتا قال: أعطوني الولد وهاتوا السكين. قالوا: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أشطر هذا الولد، أقسمه قسمين، فأعطي قسما منه إلى هذه وقسما منه إلى تلك. فقالت الأم الحقيقية التي فطر الله تعالى قلبها بالحنان والمودة والعطف على ولدها، قال: لا تفعل، رحمك الله، لا تفعل، لا تقتل، لا تشطر، هو لها فلتأخذه. فقال: تعالي، هذا ولدك فخذه. الأم الحقيقية لا ترضى أن يذبح ولدها، يؤخذ ولو أخذ منها لكن يقتل أمامها. أما الثانية أحاسيسها متبلدة، لا علاقة لها بذلك. قال: فخذي. وأنزل الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما. هذه القضية يا أيها الإخوة تندرج على أمور كثيرة في حياتنا. كم من الناس اليوم من يقول: سمعت مثلا حديثا شريفا من شيخ فيروي، طيب من هذا الشيخ؟ قال: الشيخ فلان، شيخ معروف مثلا، هذا على سبيل المثال، لكنه حفظه الله ليس من أهل الحديث. هذا الرجل راوية، ولو صعد المنبر لجلجله وهزه والناس يبكون ويتأثرون ويخشعون لكلامه، لكنه ليس من أهل الحديث. فقد يروي حديثا موضوعا، قال: نعم قد يروي حديثا موضوعا. أنا قدمت بكل هذه المقدمة وهذه القصة لتتبين هذه المسألة ولنفهمها جميعا حق فهمها. أليس سيدنا داود نبيا من أنبياء الله؟ نعم. أليس من أفاضل أنبياء الله؟ نعم. لكن الله تعالى ما فتح عليه بالفهم في هذه القضية، فتح على ولده سيدنا سليمان. فهذه الفضائل والمنح والإكرامات الربانية قد ينالها إنسان وقد لا ينالها إنسان، وينال شيئا آخر، والله تعالى لا يحجب فضله عن أحد، ولكن هذا ينال شيئا وهذا ينال شيئا وهذا ينال شيئا، وقد يكون هناك من يجمع الفضائل أكثر من غيره. هذا أيضا، ذلك كما قال رب العزة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا يا أيها الأخ الكريم، ليس معنى أن تسمع كلمة من إنسان وأنت تحترمه لأنه فاضل في ناحية وعالم في ناحية أنه عالم في كل المجالات وأنه لا يخطئ وأن الحق معه في كل شيء. ضربت هذا المثال لأنني كثيرا ما نقل لي بعض الدروس أو الخطب أو كذا يذكر فيها عالم قد يكون مشهورا وخطيبا بارعا مسقعا، قد يذكر كلاما ليس بحديث وينسبه على أنه حديث. إنسان آخر قد يكون له اشتغال بالقرآن الكريم وحفظه وإدراكه، وهذه أيضا مسألة كثيرا ما توجد. كثير من الإخوة الذين تتوجه قلوبهم إلى حفظ كلام الله عز وجل ما عندهم اطلاع في باقي مناحي الشريعة، بل كثير منهم ما عندهم اطلاع على تفسير القرآن الكريم، هو يحفظه غيبا وحفظه خير من حفظي وحفظك وحفظ ألف رجل. ولكن إذا جئته فسر لي، أخي ما عندي اطلاع. لكن أحيانا قد يخجل، طيب أنا أحفظ القرآن وأتقنه وصوتي جميل وأنا أجوده تجويدا صحيحا ورغم ذلك لا أعرف، فيسأل ما معنى هذه الآية فيخبط فيها خط عشوة. أنت فتح الله عليك في الحفظ، فتح الله عليك بجمال الصوت، فتح الله عليك بالتجويد، لكن ما فتح عليك في التفسير، فلا يحل لك أن تفسر. وأنت يا أيها الأخ السائل، ينبغي لك أن تبحث عمن تأخذ هذه الأشياء عنه. بالله عليك، كثير من الناس سيقول: أنا في الأصل أنا أجهل هذا الشيء، فكيف لي أن أميز هذا الإنسان يعرف في الحديث بشكل جيد، أو هذا الإنسان يعرف في تفسير القرآن بشكل جيد، أو هذا الإنسان يعرف في الفقه بشكل جيد؟
أقول كما تبحث عن أي سلعة وتسأل عنها واحدا واثنين وثلاثة وتدرسها قبل أن تشتريها إذا كانت هذه السلعة ثمينة، فكذلك دينك رحمك الله تعالى. ما كل شيء يستطيع الإنسان أن يأخذه من كل إنسان، ولو كان هذا الإنسان فاضلا، ولو كان هذا الإنسان تقيا. في الأعصر القديمة لما انتشر شيء يدعى بالكذب والوضع على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المحدثون في تلك الأعصر كيحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله تعالى والإمام أحمد وهم من أهل الحديث الأكابر، قالوا وجدنا الصالحين من أكذب الناس. لا تستعجل سأفسر لك. وجدنا الصالحين من أكذب الناس. قال إيش هذا اتهام؟ أقول لا تستعجل. ما معنى ذلك ومن يقصدون؟ الصالحون الصالحون حقيقة. قال كيف يعني؟ يعني قد تكون أنت أصلح مني بكثير، لكن صلاحك لسلامة فطرتك وقلبك، وبالتالي قد تغش وتغر بسهولة، وقد يضحك عليك نتيجة سلامة فطرتك وطيب سريرتك، فيغشك إنسان ويخدعك ويكذب عليك ويظهر لك ما ليس عنده فتنغر به فتقبل. الصالحون لسلامة فطرتهم كانوا مثلا يسمعون من هؤلاء الكذبة الوضاعين حديثا مثلا في فضل الصوم، وهو رجل صالح ونفسه سليمة ولا يخطر في باله أن رجلا يستطيع أن يكذب على رسول الله. معقول؟ إنسان طيب معقول واحد يكذب؟ فيسمع هذا الإنسان يروي هذا الحديث فيأخذه ويرويه هو. هو يقصد الكذب؟ لا، بل هو إنسان صالح. ما الذي يقصد؟ يقصد أن ينشر خيرا للناس، ولكنه في نفس الأمر يكذب، ليس متعمدا ولا قاصدا ولا كذا، لكنه ينشر كذبا. سبب نشره للكذب أيضا ليس لأنه سيء، بل لأنه أخذه بسلامة صدر وبطيب نفس، ولم يعرف أن هذا الراوي إنسان كذاب وضاع. فهذا معنى هذه الكلمة. لأن أيها الإخوة، كم أسمع من فتاوى وأحكام شرعية تنقل على ألسنة بعض الناس أنا لا أجزم بنسبتها إلى أصحابها إلا بعد أن أتثبت، ولكن أحيانا أتثبت فأجد فعلا أنها منسوبة إلى أصحابها، وقد يكون صاحبها كما أشرت آنفا إنسانا مبرزا في مجال الخطابة، وأنا من خلال علمي الضعيف وبحثي الكليل على قدري من خلال دراستي على مدار أكثر من 20 سنة وجدت كثيرا من زملائنا من أصحابنا فضلا عن شيوخنا قد يكون على كما أشرت في خطبته إنسانا لا يشق له غبار، إنسانا مبدعا يخطب فيؤثر، نقول له أخطب وبارك الله فيك، لكن تيقظ مثلا في موضوع الأحاديث. قد أجد إنسانا آخر من زملائنا أو من بعض شيوخنا متقنا لحفظ القرآن لا مزيد على حفظه ولا إتقان بعده أبدا، ولكنه في شأن الفقه والفتاوى لا علم عنده، وليس عنده اطلاع، وليس عنده مزيد بحث، ولم يتلقى الفقه عن شيوخه المؤصلين المدققين المحققين، فإذا أفتى فإنه سيخطئ. لذلك ترى كثيرا من الصادقين الجادين المحترمين يحترم نفسه فيتوقف عند مجاله. وقد بلغني أكثر من حادثة وقرأت كثيرا من القصص. يأتي إنسان، جاء رجل يوما إلى يحيى بن معين هذا الذي ذكرته آنفا وهو محدث كبير كبير كبير، قالوا إنه يحفظ أكثر من 100,000 حديث. طبعا ستسألني أين هذه 100,000؟ قد يخطر أيضا في بال الإنسان، لو بحثنا في الكتب لن نجد هذا العدد. طبعا العلماء السابقون كانوا الحديث نفسه الذي مثلا فرضنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه أبو هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة هذا حديث، فلو رواه أنس بن مالك نفس هذا الحديث أو هذا الحديث نفسه يسميه علماء الحديث حديثا ثانيا ولو كان نفس اللفظ، فإذا رواه عمر بن الخطاب صار حديثا ثالثا و
وهكذا، هكذا في عرف أهل المصطلح من المحدثين. فإذا كان للحديث طرق، يعني كيف، يعني في الرواية نفسها بعض المحدثين الذين رووا زاد كلمة وبعضهم نسي كلمة فأنقصها، فهذه أيضا تعتبر حديثا. بهذه التفاصيل كانوا يحفظون هذا العدد الكبير الذي أشرت إليه. جاء يوما رجل إلى يحيى بن معين فسأله عن فتوى، فقال له: لا، اذهب إلى أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان صديقا ليحيى بن معين رحمه الله جميعا، وكان أحمد رحمه الله يجمع الفقه إلى الحديث، كان محدثا وفقيها، تعلمون أنه من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. نعم، فكان يجمع الفقه إلى الحديث. يحيى بن معين رحمه الله تعالى يعرف قدره، هو يحفظ، هو يروي بالأسانيد، هو متقن لهذا المجال، لكنه ليس متقنا في الفقه. فقال للسائل: لا، اذهب رحمك الله إلى أحمد بن حنبل. فذهب إلى أحمد بن حنبل فاستفتاه، فسأله: من أرسلك؟ فقال: يحيى بن معين. قال: بارك الله فيك. فإذا بيحيى بن معين يأتي، سلم على أحمد وهو صديقه، ويحيى أكبر سنا منه بسنوات قلائل حتى، سلم عليه فرد السلام، قال: يا أحمد، نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، تسمعون الآن مثلا لما نذهب إلى الطبيب يقول: يا أخي استشر الطبيب أكثر من الصيدلي، لأن الصيدلي يعطيك الدواء وقد يحفظ مليون اسم، لكنه ليس مدققا في تفاصيل المرض كمثل الطبيب. قال: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. هذه الكلمة رويت عبر التاريخ منذ أكثر من 1000 سنة إلى زماننا. هذا الإنسان الذي يحترم نفسه فعلا. أعود فأقول: يا أيها الأخ الكريم، دقق وحقق في الأحاديث التي تسمعها أو تنقلها أو ترويها أو تراها على جوالك، دقق وحقق في معنى القرآن الكريم الذي يفسر وينقل لك، دقق وحقق في مصدر الحكم الشرعي الذي سمعته، ومن هذا الذي قاله، وما مقدار تخصصه في مجال الفقه، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق إلى ما فيه رضاه.